أهلا بكم في حوار اليوم، وأهلا بالدكتور كريستيان أوسي مدير الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو. أهلا فيك دكتور شكرا أوسي. شكرا كمان مجدد. مرة جديدة ومتمنى لك السلامة على تسلم عليه ما بتحرص. هذه صيبة عين ولا مؤامرة؟ هذه صيبة تأزيز. الكلام يلي عم بينقال بسوريا هلأ بالوقت الحاضر تحديدا، أنه لماذا، وهيدي مش تقليل من قدر حدا ولا لا سمح الله استهزاء بحدا، بس لماذا كل المعارك التي يخوضها الجيش السوري من دون حزب الله ما عم بيقدر يحقق فيها شيء، وكل المعارك اللي عم بيخوضها الجيش السوري بمعية حزب الله على الأقل عم بيكون فيها ثبات، لم نقل تقدم وتحقيق مكاسب. شو بتعني هذه؟ يعني أنا برأيي اللي عم تحكيه حضرتك استاذ جورج حكي عنه الرئيس السوري بحد ذاته لما قال إنه نحن بعد 4 سنين جهازنا أو قوتنا العسكرية عم تشهد ضعف. ما تنسى إنه بالنتيجة اللي عم تشهده سوريا كتير كبير، وبالتالي الجيش السوري كقوة عسكرية تأثر بشكل كتير كبير بفقدانه العديد من المواقع العسكرية أو خطوط الإمداد والتواصل والمناطق البعيدة اللي ما فيها إمداد كلها خسرها. يعني عم بحاول يجمع حضوره وقوته بالمنطقة اللي هو قادر يدافع عنها. في كتير عم بيحكوا ما بعرف شو مدى صحتها، إنه عم بيكون في نوع من يعني ما بدي كمان أنا أحكي كلام كبير، إنه يمكن في خيانات داخلية. ما تنسى إنه كتار من اللي عم بيقاتلوا مش كلهم أجانب، في ولاد البلد عم بيقاتلوا كمان، وبالتالي الصراع المحورين لابد إنه ينعكس بالنتيجة على هالتشكيلة هاي، على التركيبة العسكرية البشرية يلي هي جيش سوري. يعني في مؤثرات كتير كبيرة، وفي عندك دولة كبيرة وقوية على حدودهم كمان عندها دور كتير كبير. بتقلي انه ليش هنيك عم يخسروا مع حزب الله عم بيربح؟ يعني انا اللي فيه لك هي انه يمكن لولا الدعم الكبير يلي صار من المحور، احد المحورين يلي حكينا عنه باول حلقة، يمكن كانت الصورة غير هيك تماما كمان. يعني من هون الدور الكبير لتمكين الرئيس السوري من الاستمرار، وبالتالي الامساك بالمفاصل بالمناطق السكنية المهمة يلي يعد منطقة الشام، وهلأ الطريق اللي عم بينحط من الساحل لمنطقة الألمون، يمكن هالدعم الكبير اللي عم بيصير هو لحتى يمكنه من انه يقدر يحكم سيطرته المطلقة على هالمنطقة هاي. هل برأيك ما يحصل سيؤدي إلى تأثير على نتائج متوقعة للاتفاق النووي المرتقب ب30 حزيران، أم ما يحصل لن يغير في الأمر شيئا؟ شوف، اليوم 5+1 أعلنوا أنه هن رح يرجعوا يعيدوا العقوبات الاقتصادية على إيران بحال تلكأت عن أو عقدت موضوع الاتفاق النووي. الرئيس الأمريكي مصر على أنه يوقع الاتفاق النووي، وأنا برأيي أنه الاتفاق النووي بحسب المعطيات المتوفرة أنجز، صار منجز. السؤال هو الاتفاق النووي شو رح يؤدي إلى تغيير بالمنطقة؟ أوكي، هيدا السؤال. أنا برأيي متى ما تم الاتفاق النووي، يعني طبعا كتار هلا عم بيسعوا أنه يعرقلوه لأنه كتار المتضررين منه. بعد فيهم؟ أنا قصدي أنه الاتفاق تخطى الإطار وتخطى أنجز مش من هلأ. كيف بدهم يعرقلوه؟ بيعرقلوه مش تحديدا للاتفاق، بواسطة النتائج تبعيته طبعا. أوكي طبعا. خلق واقع جديد على الأرض، وبالوقت هيدا الأهم، خلق واقع جديد على الأرض. ومنشان هيك يمكن عملية اللي عم بتصير على سوريا بأرض سوريا تدخل بهالإطار هيدا. يعني برأيك دكتور أوسي اللي عم بيحصل باليمن هو لأضعاف إيران عشية 30 حزيران، وما يحصل في سوريا هو الأضعاف الأسد عشية جنيف 3؟ أنا بحط اللي عم بيصير بسوريا أكثر من إيران، لأنه اللي عم بيصير بإيران يعني الغارات عم بيصير اليمن، عفوا اليمن، لأنه يعني الغارات اللي عم بتصير
عم تحدث أضرار بس ما عم تغير موازين قوى على الأرض. يعني امبارح جماعة ضاربين مطار النجرة على طول كل يوم في قصف. لا 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 قصفين مطار قصفوا بكذا 100 صاروخ. يعني كل يوم الحوثيين عم يقصفوا المطارات السعودية. كل يوم عم بيصير عملية قصف عم تتخطى الحدود السعودية وتسقط الأزيف جوا. صحيح. لهلأ القصف ما عطى مفعول. السؤال هو ليش الأمم المتحدة دعت إلى حوار في جنيف بثلاثين أيار لمسألة اليمن؟ طيب وليش الإيرانيين رحبوا وليش بالوقت نفسه السعوديين ما رحبوا؟ أنا برأيي اللي بيضغط على إيران مش اليمن هو سوريا. سوريا بتضغط أكثر لأنه موقعها الجغرافي أصلاً هو بيشكل هالوصلة اللي ممكن يعني تكون إيران هي امتداد لها. بس هلأ بدي لك شغل استجورج كمان، ما تستغرب أنه حتى بقطاع غزة يصير في تحريك لملفات معينة. يعني حسب الدراسات المحطوطة أنه الجهاد الإسلامي في قطاع غزة عم بيتحضر أو عم بيجهز حاله أو عم بي يعني يحضر أرضيته وناسه لحتى يكون مناهض للحكومة القائمة هناك. وأنت بتعرف أنه صار في تواصل والعلاقات صفيت تقريبا ما بين الحكومة القائمة هناك وإيران، وبالتالي بين أكثر من محل ممكن المساعي تكون لحتى يقدروا يأثروا عليها. بس الاتفاق أنجز، الفكرة هي ما بعد الاتفاق إيران أي ملفات رح تطرح على الطاولة. إيران أي ملفات ممكن تطرحها للبحث مع الأمريكيين، هذا هو السؤال. إلى أي مدى هذا الاتفاق ممكن أن يحدث تغييرا في موازين القوى أو يثبتها في لبنان؟ إلى أي مدى بيأثر؟ أستاذ جورج أنا برأيي بغض النظر عن الاتفاق إذا وقع أم لم يوقع، الموازين القوى في لبنان صارت محكومة بهالصراع الكبير اللي عم بيصير بالمنطقة. يعني هيدا اللي كان يقوله وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب، إنه يخي سلاح حزب الله ليس قرارا داخليا لبنانيا ممكن نحن نقدر نشيله، وبالتالي الحضور العسكري لحزب الله تخطى لبنان، تخطى مش بمعنى الحضور الميداني على الأرض، تخطى بقيمته وتخطى بدعمه وتخطى بدوره. أنا بدي أشكرك ما تأخذني قطعتك دكتور كريستيان أوسي مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو. بننتقل للوزير جبران باسيل في منطقة طليا بعلبك لنستمع إلى كلمته. بجدد شكري لك. بون ديماش لمشاهدينا الكرام. بون ديماش.